living and teacher. That's all. ربنا يهديك يا رب. ممكن تبقى asymptomatic وممكن تبقى symptomatic. ممكن يبقى asymptomatic لا ما عندوش اي حاجة. تقول لي ايه ده؟ يعني واحد عنده viral hepatitis وما اشتكاش من اي حاجة. ما اشتكاش ولا اي حاجة على الاطلاق. تقول لي طب عريض وانا قابلهم ما احنا خدنا حاجات كتيرة جدا وما حسناش بيها. تقول لي طب وبعدين يعني مصيره ايه؟ ده مصيره ان هو ممكن في يوم من الايام مثلا دخله فيروس ولا حاجه, ممكن في يوم من الايام يعمل سونار يكتشف انه عنده ايه؟ لانه عنده سيروزس دون ان يشعر. ها سيروزس, ها اتفوجئ بايه؟ بسيروزس. يا ابني اصفريت رحت مستشفى سخنت بتاع ما فيش الكلام ده كله. هو اسيمتوماتيك. ها ممكن على فكره اسيمتوماتيك وجهاز المناعه اتغلب عليه وخلاص وخد اميونيتي من هذا الفيروس ممكن برضه. ها طيب سيمتوماتيك. السيمتومز دي يا اما حاجات نوت سبيسيفيك بنسميها انكتريك كده. هو دخل دلوقتي فيروس هيباتايتس, خد فيروس سي وعدت الاكيوت ستيج من غير ما يحس بيها. اكتشف ان هو عنده ايه؟ انا حاجه بيسموه كريبتوجينيك سيروز خفيف. المهم دايما انتوا متوقعين هيباتايتس يعني جونز. في ناس بيكون عندهم هيباتايتس وانكتريك. اكتريك دي اللي هي كلمه جونز يعني ما اصفرش. هل اكتريك يعني ما اصفرش. وفي ناس طبعا اللي هو الكلاسيكال ده تبقى اكتريك. يبقى في ان اكتريك وفي ايه؟ ان اكتريك. الان اكتريك ده يحصل له ايه؟ يحصل له ايه؟ يجي لك العيان بصوره فيفر, يبقى عنده فلو لايك كانه عنده انفلونزا, او جي اي تي ابسيت كانه عنده تايفويد, ويروح للدكتور ويعالجه ويخف وخلاص. وبصراحه هو حصل له فيرال هيباتيتس ولا هو عارف ولا الدكتور عارف. ممكن برضه ليتر اون بعد 20 سنه يكتشفوا ان هو عنده سيروزس. تقول لي بقى الدكتور غلطان؟ اكيد انت يعني كدكتور, ها اكيد انت كدكتور مش كل حد هيجي عنده انفلونزا ولا عنده تايفويد ولا عنده ايه؟ تقول انت عامل له هيباتيتس فايروس. طبعا انت مش هتخلص يعني مش هتخلص ولا ايه؟ عشان كده هي مش غلطه الدكتور ولا حاجه, لا هو العيان ما كانش عنده حاجه تدل على كده. ما كانش عنده حاجه تقول ان هو هيحصل له كده. طيب اكتريك ده اللي هو الكلاسيكال فورم. الاكتريك ده بيمر بثلاث مراحل. بري اكتل اللي هو قبل الايه؟ قبل الصخره. بعد كده اكتل ستيل. بعد كده بوست اكتل اللي هي مرحله الشفاء بقى. الحاجه الاولى دي اللي هي البري اكتل دي بتحصل بعد الانكيبيشن بيريود, تقعد مثلا من ثلاث ايام لاسبوعين تقريبا. بعد كده تيجي الافتر دي ممكن تبدا في الاسبوع الاول لغايه الاسبوع الرابع, ممكن الاسبوع الثاني على حسب. يعني نهايه البري اكتر يدخل في حاجه اسمها اكتر. البري اكتر ستيج دي او المرحله دي عيل بيشتكي من ايه؟ اهم ما يميزها هو عنده دلوقتي انفلاميشن, عنده هيباتيتس, فيكون عنده فيبر, يكون عنده مانيز, هيدك, انوركسيا. والانوركسيا مميزه انوركسيا تو سيجاريت سموكر سموكينج وانوركسيا تو الكول انتيك. يعني ما بقاش طايق بقى ريحه السجاير ولا عايز يشرب سجاير ولا عايز يشرب كحوليات زي زمان ولا عايز يحشش ولا اي حاجه. هتقولوا ايه اللي حصل له؟ ربنا هداه ولا ايه؟ لا ده حصل له ايه؟ ده حصل له اكيوت هيباتيتس. مع المرحله دي اللي هي البري اكتر لسه ما حصلوش خالص 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 جوندس. كل اللي عنده فيبر, انوريكسيا زي ما اتفقنا, هيديك, ماليز, معاه شويه رايت هايبوكوندريال بين, معاه شويه ابدومينال ديستنشن. دايما الالم بيكون رايت هايبوكوندريال وابيجاستريك بام ايكينج بين وشويه ابدومينال ديستنشن. وتيجي حضرتك تفحصه في المرحله دي قسمه الحراره تلاقي حرارته عاليه, بس عنده حاجه اسمها ريلاتيف براديكارديا. خدنا قبل كده ريلاتيف تاكيكارديا. روماتيك فيفر شاطر. طيب عكسها بقى ريلاتيف براديكارديا, هو المفروض كل ارتفاع في الحراره درجه وجنبه زياده من 10 ل 15 بيتز في البلس بيرمنت. يعني مثلا هو دلوقتي حرارته مثلا يعني 39, انا متوقع البلس بتاعه 90 دقيقه في الرينج ده, الاقي البلس بتاعه 75. طب هو ال 75 ده براديكارديا؟ لا, لكن نسبة للحرارة تعتبر ايه؟ انا تعتبر بريدي كارديا. يبقى هو طبعا عشان المرض اللي قلت لكم لما يكون المرض في القلب او ليه علاقة بالقلب, القلب بيتجنن اكتر.
لكن لما يكون المرض بعيد عن القلب لا مش لازم يتجنن، وده مع الهباتيتس مع التايفويد مع المنجيتس، دي حاجات تعمل ريلاتيف براديكارديا. على فكره كلمه ريلاتيف براديكارديا اللي قدامك دي ليست سبيسيفيك فور هباتيتس، ولا كلمه اصلا، ولا كلمه من اللي قلتهم سبيسيفيك فور هباتيتس حتى الان، ولا حاجه تشوفها شخص. انت بتشوف كل كلامك جاست ايه؟ يعني انت بتشوف ان هو عنده ممكن يكون عنده انفكشن، وربما لو انت حاطط في دماغك ان في الم هنا وضغط ايه تنجي من هنا وهتيجي تفحص دلوقتي ممكن تعرف ان هو عنده هباتيتس. المهم قياس الحراره هلاقي عنده فيبر لكن بيكون معاها عيله البراديكارد. هفحص الليفر هلاقيه انلارجد سوفت تندر سموث. هو ايه اللي حصل فيه؟ مش الهيباتوسايت حصل فيها بالوني فالليفر كحجم كله بقى كبر، كبر وعمل استريتش الكبسول بقى عامل الالم اللي موجود هنا، فتيجي انت تفحصه يبقى كبير شويه لكنه لسه محتفظ بالهيكل بتاعه، هو جاست بس ان هو كبر وتندر وسموث وكل حاجه. يدخل في العيان ده يجي خد بالك لسه ايه عينه ما اتحركتش ولا اي حاجه، يدخل بقى في المرحله الثانيه. المرحله الثانيه اكتل يعني جوندس، دي مرحله الجوندس. هتبدا الحراره تنزل والجنرال كونديشنز بتاعته تبدا تتحسن وتبدا عينين تصفر. يعني البلورال بلاقي ايه؟ يعلى ويبدا البول يغمق والبراز يفتح. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ بص اللي يفهم يفهم اللي ما يفهمش المشكله، انا هعرف الكلام ده بعدين. احنا داخل احنا جوه بس من الاعماق ان شاء الله، بس بص دلوقتي كرات الدم الحمراء بتتكسر فيطلع منها اللي هي يعني هيمو بيلروبين. هيمو بيلروبين هذا هيمو بيلروبين يحصل له تقطيع عن طريق مين؟ عن طريق الليفر. الليفر يحصل له كونجيوجيشن ثم اكسكريشن. لما يحصل هذا الاكسكريشن اكسكريشن لمين؟ للكونجيوجيتد بيلروبين. الفكره كلها يحصل اكسكريشن عن طريق ايه؟ ينزل مع الكومن بايل داكت مع السيستيك داكت اللي بقى الضغط والسيس بقى كمان كومن بايل ده هينزل فين؟ في الانتستن صح؟ في الانتستن في الديودنم. هينزل في الديودنم يتحول الى حاجه اسمها اسكيريكو بايولوجي. بص بقى اللي انا بقوله ده كويس قوي، بص معايا اللي عنده دلوقتي اكيوت هيباتيتس قلنا ان الهيباتوسايتس كده منفوخه كده وضغطه على البايل كانليكولاس اللي بينهم، هو كان عنده مشكله عنده كوليستيرز وبستراكتيف جورنس. هنا الهيموبيلوبين عادي والليفر عمل ابتيك عادي وعمل كونجيوجيشن زي الفل. هذا الكونجيوجيتد بيلروبين مزنوق هنا مزنوق هنا مش عارف ينزل لانه ضغط عليه مين؟ كان في الهيباتوسايتس. هو كانه هو فعلا هو اوبستراكتيف جوندس، بس انترا هيباتيك اوبستراكتيف جوندس. الاوبستراكتيف جوندس نوعين، يا اما انترا هيباتيك يا اما اكسترا هيباتيك. اكسترا هيباتيك اشهر حاجه تقفل الكومون بايل داكت. انترا هيباتيك اشهر حاجه بالونج اوف هيباتوسايت، المحصله واحده، هو عنده صوره اوبستراكتيف جوندس. هذا المريض اللي عنده صوره اوبستراكتيف جوندس تعالى نشوف مش الزياده عنده في الكونجيوجيتد بيلروبين، وده بيكون دايركت وده بيكون ووتر سوليبل، يعني ممكن ينزل في اليورين. هيعمل ايه في اليورين لما ينزل فيه؟ هيغمق اليورين، هيغمق، يبقى البول بتاعه لهم ايه؟ هنا. طيب يا دكتور مش البايل سولت نزلت معاه؟ البايل سولت دي البايل سولت بتخلي بتخلي اليورين فروتي. فروتي هو غامق وفروتي، يعني لونه غامق زي الشاي او الكوكاكولا وفي رغاوي، هو عرق سوس لايت، واخد بالك؟ هو غامق وفي ايه؟ وفي رغاوي، دلوقتي يبقى عنده دارك يورين. طب كمل. اخبار الاستيريكو بيولوجي دي قليل جدا. فالكلر اوف ستون هيبقى ايه؟ هيبقى بيل. عشان كده في مرحله الكوليستيزيس دي هو يتميز ان هو عنده جوندس. بس بصوا ان شاء الله لما ناخد الجوندس اقول لكم اهم اسئله في دلوقتي الجوندس، تقول له لون البول ايه والبراز ايه؟ البول ايه والبراز ايه؟ بما ان هو عنده كوليستيزيس اوبستراكتيف جوندس اوتوماتيك انت بعد كده مرحله اللاوعي هتقول ايه؟ عنده دارك يورين وبيل ستون. دارك يورين وبيل ستون دي مميزه جدا. طيب مش مضغوط على البيلروبين هنا والكونجيوجيت زياده والبايل زياده؟ البايل في اليورين بتخليه فروتي، في السكن يعمل كورونايتس يقعد يهرش يقعد يهرش، وعلى القلب تعمل ساينس بريدي كارديا. يبقى انا نخلص من افكت اوف بايل ثلاثه،
ثلاثة في اليورين، الماي في اليورين فروتي فروتي ها فروتي دارك ده الكونجيوجيتد ها على الاسكيم ها فروريتس وعلى الاس اي نو تعمل ساينس برادي كارديا. ها يبقى دي كلمات مهمه، يبقى العيان الفيفر اتحسنت الجنرال كونديشن امبروفد عنده حتى الانوريكسيا بدات تتحسن النوزيا الابدومينال بين الكلام ده خلاص حاجات كتيره بدات تتحسن لكن بدا يظهر له الجوندس وهذا الجوندس بيكون مع دارك يورين وكيل سبول. ها يبقى دي الصفه ده كسيمبتومز. يبدأ كمان يحصل له فينا تفحصه هتلاقي الليبر برضه لسه انلازد وتنزل وسموس وكده. ممكن في 20% من الحالات يحصل لهم سبرينوميجالي، بس سبرينوميجالي ايه بقى؟ ها يعني ايه؟ جاست بالبابول سبرين. بصوا احنا دلوقتي لما نيجي نفحص على ان شاء الله في الكلينيكال سبرين بيكبر ناحيه الرايت اليا فرصه ما نحسش احنا السبرين اللي هنكبر اكتر من ايه؟ من ثلاث اضعاف. طيب هنا السبرين بيكبر ضعف او اثنين او ثلاثه بالكثير قوي، يبقى جاست بالبابول او حتى اجيب البركشن على التروبس ايريا غير الاسبرين بتاع الهوريزيز ان شاء الله وعليه خير. اقول لك لا ده ايه بقى ده ايجيبشن اسبرين اوميجا ده بيعدي الميد لاين حاجه كبيره جدا حاجه ضخمه جدا. انا بتكلم على هيباتايتس في الاكيوت ستيج بيكون الاسبرين في 20% بس وبيكون جاست بالبابول وعلى فكره بيخف تاني ويرجع لحجمه لما العين يخف. ممكن يحصل معاهم ليمف نود انلارجمنت خاصة السيرفايكال ليمف نودز مفيش علاقة جامدة لكن هي فايندنج وخلاص. ممكن على فكرة في المرحلة الأولى اللي هي البري اكتر دي زي ما بقول لكم ممكن يحصل بعض الابدومينال سكيتراش. يبقى تعال ننظم الدنيا، واحد تخلل فايرال هيباتيتس يا إما هيبقى اسيمتوماتيك خالص يا إما هيبدأ يشتكي، ولو اشتكى حاجة من الاثنين نون سبيسيفيك اسمها ان اكتريك يا اما او نون اكتريك ماشي، يا اما يبقى عنده اكتر اللي هو يحصل معاه جوندس والاكتر ده يا اما بري اكتر يا اما اكتر يا اما بوست اكتر. طيب اللي هو اكتريك يعني لما نقول لك ها بري اكتريك يبقى عنده ايه؟ ها بري اكتريك يبقى عنده ايه؟ ها يبقى عنده فيك تتكلم عليه عنده جنرال ها توكسيك مانيفستيشن. ايه الجنرال توكسيك مانيفستيشن؟ عنده فيفر، عنده انوريكسيا خاصة تو سموكينج تو الكول انتيك. بعد كده يبدا يحصل له مريض وهيلك وما عندوش جوبس لسه ولا اي حاجه، عنده ابدومينال بين، عنده ابدومينال ديستنشن ممكن سكين راش تيجي تفحصه. تفحصه ده عنده فيفر وعنده ريلاتيف بريدي كارديا لان الليفر انلارج وتندر وسموس وممكن كمان طبعا غير ابدومينال ديستنشن. تيجي في المرحله اللي بعديها اللي هي الاكتريك بقى ده اكتريك ستيج. اثناء الاكتريك ستيج ايه اللي بيحصل؟ اكتريك على فكره في حاجه اسمها انا طبعا دي مكتوبه غلط مش حاجه اسمها اكتل. اكتل ده حاجه ثانيه خالص. بصوا باي واي يعني هناخد ان شاء الله في الابليبسي حاجه اسمها ايه؟ كلمه اسمها ايه؟ جراند ديمان ابليبسي. انا اقول لك الاتاك دي بنسميها اكتل ستيت. يبقى ما قبلها كان بيحصل له شويه هيلك ومش عارف ايه وفيجوال هالوسينيشن بري اكتل. يجي له بقى الاتاك ويقعد يتهز دي اكتل، بعديها يدخل في كوما وكونفيوجن وحاجات يبقى اسمها بوست اكتل. انا بتكلم اكتريك اي ار اي سي عشان الايه؟ انا بتكلم على جونس. اكتريك يعني هذا جونس يبقى دي اكتريك ستيج عشان بس دول الاثنين اللي زي بعض في المنهج يعني. المهم العيان ده بعد اسبوعين ثلاثه اربعه بص يا دكتور امبروفمنت اوف اول جنرال كونديشن واللاب بتاعه بقى نورمال ولو دخلت في الليفر وخدت له باثولوجي بقى نورمال وكبيره ست شهور. يعني ايه كبيره ست شهور؟ لا يتخطى الست شهور بالمره. لو الهيباتيتس تخطى الست شهور يبقى الحاله ايه؟ يبقى ده كرونيك هيباتيتس خلاص كده. يبقى دي الصوره السهله جدا 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 يعني اللي تمشي فيها مع اي هيباتيتس. دكتور هو كلامك على مين؟ كلامي على الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E. تقول لي هم كلهم بيعملوا كده؟ أيوه كلهم ممكن يجوا كده. كلهم على فكرة كان ممكن يحصل معاهم كده، وعشان كده أنا بأكد إن هو ممكن يبقى أزيمتوماتيك أو يجي بـ Atypical Presentation، وسواء كده أو كده أصلاً ما حدش خد باله إن هو حصل له إيه؟ إن هو حصل له هيبرايس. عشان كده إن شاء الله لما أجي في الكلينيكال أقول لكم سؤال. أسألكم سؤال في الكلينيكال أقول لكم مين فيكم يا أولاد يقدر يقول لي انا ما حصلليش بالهرزيز؟ مين؟ حسين. ليه ما حصلكش بالهرزيز يا حسين؟ يرد حسين ويقول يا دكتور انا عمري ما نزلت الترم
واصلا ما شفتش الترعة دي غير في التلفزيون. اقول له صح يا حسين، انت معاك حق مليون في المية، انت معاك حق مليون في المية، طالما انت ما نزلتش الترعة ما فيش هيستوري اوف كونتاكت يبقى انت مش هيحصلك ايه. طيب السؤال الثاني، مين فيه كلنا يقول ما حصلتش يبقى طيب بس؟ ما حدش جه، ما حدش جه. ليه؟ لانه ممكن يكون جه ايه؟ جه كده، جه سب كريتيكال، جه اسمبتوماتيك، جه اي حاجه احنا مش واخدين بالنا منها، يبقى ده الفرق، ده الفرق بين الاثنين. حتى العيان وانت بتساله في الهيستوري، العيانين كده الهريزيزس واضحه وصريحه جدا. هيباتيتس، تعرف ازاي ان هو حصل له هيباتيتس ده؟ يقول لك انا رايح المستشفى عملت تحاليل وفيروسات وطلع عندي سي وباخد البترول، يقعد يقول لك القصه دي. ها ده حاجه، لكن انا هل تثبت او تخفي الهيباتيتس من الهيستوري؟ ما ينفعش، لابد ان احنا نعمل ايه؟ نعمل ده، ماشي؟ طيب سيكوري اوف هيباتيتس، واحد حصل له اكيوت هيباتيتس، قال لي اكيوت هيباتيتس اهو، تفتكروا ممكن يحصل له ايه؟ اكيوت هيباتيتس ممكن اول حاجه ما تخليه واحد يومين ده يحصل كومبليت ريكفري، ايه رايكم؟ يخف بلاد 100% ولا كان في اي حاجه. وده بيحصل في ايه؟ الهباتيتس اي والاي، صح؟ ممكن مع البي والسي رير، لا بس يحصل، ممكن جهاز المناعه يتغلب ولا كان في اي حاجه، عادي جدا. وما يعرفش اصلا ان هو، عشان كده في احصائيه بتقول ايه؟ 40% من المصريين خدوا الهباتيتس سي، ايه رايك؟ خدوه فعلا، بس في 20% من ال 40% دول حصل لهم كومبليت ريكفري ولا حصل لهم اي حاجه. ولا عندهم اي حاجه. ايه رايك بقى؟ ما هو الكلام كتير ليه؟ تعقيل ليه في مصر الكلام مش شرط كده؟ مفيش احصائيات، مفيش احصائيات ليه؟ ليه؟ عشان كلمة أنا، عشان كلمة أنا؟ كل واحد عادي يبقى هو إيه؟ نمبر 1. عايز يبقى عيلته اللي شغالة، عايز يبقى هو اللي في المؤتمرات، هو اللي بيتكلم، لكن أنت عارف مفيش حد كده مش عارف يعني، جايز هي اساس البلد ده سياسه قذره يعني، مفيش حد عارف يلم الناس دول كلهم. على فكره عندنا اعظم دكاتره الكبد في مصر والله العظيم، بس مش عارفين يتلموا. عارف يعني ايه يتلموا؟ يتلموا كلهم يبقوا حاجه واحده. وعارفين صوبات اللي عاملين عليه الدرجه دي؟ اقول لكم هتزعلوا، هتزعلوا والله، هتزعلوا. اللي اكتشفوا مصري، مصري مصري والله مصري، وجه لوزاره الصحه قال لهم عايز اجربه على الحالات هنا، قالوا لك ما ينفعش مش عارف ايه. راح ايطاليا عمل الابحاث بتاعته وباع الصوباتي ب 18 مليار دولار، لدرجه ان الشركه اللي اشتريته اصلا دفعت له 8 مليار دولار ولسه عليها 10 مليار دولار، ايه رايكم؟ واحتمال ما تعرفش تصدقها. رجع مصر؟ ايه رايك؟ انا ما اعرفش ليه كده والله العظيم، الواحد بيدخل الحكم ورايح يزعل يعني، انا ما اعرفش ليه كده. ما علينا، ما علينا، ما علينا.